بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيف الحال يا شباب؟ شو الاخبار؟ معكم اخوكم سعد مستر فيفا سايمون جي، حياكم الله يا جماعه. يوم اللاعبين ان شاء الله باذن الله بتاريخ 27 28 29 اكتوبر الحالي. اكثر الاسئله تجينا حاليا عن بطاقه الاعلاميين، كيف الحصول عليها؟ طيب، عندك تحت رابط فيه فورم او نموذج، تعبيه برقم الجوال والايميل واسمك وحسابك في تويتر وقناتك، عب الفورم وعب البيانات هذه وارسله طال عمرك، وراح يتواصل معك الفريق باذن الله خلال 24 ساعه او يومين كحد اقصى. بعدها يتم التنسيق معك، طريقه الحضور، طريقه الحصول على البطاقه. اخر يوم لتسجيل اعلاميين هو 24 اكتوبر باذن الله. حيا الله الجميع بدون اي استثناء مهما كان مجالك، حياك الله ويا مرحبا. المعرض ان شاء الله هالسنه هذه مقسم بحيث ان الجيمرز يكونون مرتاحين ومبسوطين، وبكذلك السوشيال ميديا وغيره من المجالات الثانية راح يكونوا برضو مرتاحين ومبسوطين. وطبعا هالسنة بإذن الله راح يكون أول يوم زائد 18، بمعنى عمرك أقل من 18 سنة ما راح تقدر تجي أول يوم، وهالنقطة ترى جدا مشددين عليها المنظمين. واليوم الثاني والثالث مفتوح للجميع بإذن الله. وفي نقطة ودي أتكلم عنها، في كل سنة أغلب الملاحظات وراء الناس على يوم اللاعبين دائما تكون مشاكل الزحمة، بحيث أن في بعض الناس يبون يجربون ألعاب ما يقدرون بسبب أن يجيك فلان قاعد يركض في الصالة ووراه جمهور ويسبب زحمة وبلبلة ومشاكل زي كذا. هذه يا جماعة ترى فيها إحراج كبير للمنظمين، تكفون. السنة هذه نبيها طريقة حضارية. هالسنة إن شاء الله بإذن الله راح يكون في تنسيق داخلي كبير جدا بإذن الله. لكن يا صاحبي، التنسيق هذا والتنظيم ما راح يكون ممتاز ومية بالمية إلا بمشاركتك أنت، لأن كذا بحركتك هذه وأنت تركض وأنت تسوي الزحمة هذه أنت تحرج المنظمين كذا. فصدقني يا صاحبي، أنت لك يد في نجاح المعرض مهما كان عمرك، لو كان عمرك 10 سنوات. صدقني القوانين بسيطة والشروط جدا جدا بسيطة. بإذن الله راح ننزل لكم رسم 3D، الرسم هذا يبين لك تفاصيل المعرض كاملة، الصالات، الألعاب وين بتكون، البوثات، كل التفاصيل بتكون بالرسم، بحيث انك انت تجي وتكون على بينة وعارف كل شيء. وبرضو البطولات، بطولة ناروتو، بطولة بيس، بطولة راكت ليج، هذه النصف النهائي والنهائي راح تقام ان شاء الله باذن الله في المعرض، في معرض يوم اللاعبين وعلى المسرح. والفائز بياخذ المركز الاول 15,000 ريال، والثاني اعتقد 7، وجوائز المركز الاول والثاني والثالث، الرابع مالك شيء حقيقة. واخر يوم للتسجيل في البطولات اللي هو احنا اليوم الاحد، الاثنين والثلاث الربوع، الخميس ان شاء الله اخر يوم للتسجيل في البطولات. وبرضه قائمة الالعاب راح نتكلم عنها ان شاء الله في الفيديو القادم، برضه بنقول لكم الالعاب اللي بتكون موجودة وش هي. موجودة اللستة الان لكن ما تأكدت 100%، فما ودنا نعطيك شيء بكرة يجي جديد وتتغير القائمة، لذا خلال يومين او الثلاثة القادمة ان شاء الله بتتضح الصورة كاملة. بيكون في فيديو ثاني نتكلم بالتفاصيل اكثر عن يوم اللاعبين. عموما الاعلاميين يا جماعة والمشاهير حياكم الله جميعا، عندكم الفورم تحت، عبوه باذن الله راح يتواصلون معكم الشباب حتى يتم التنسيق بشكل كامل، وان شاء الله هالسنة باذن الله انا متفائل خير ان شاء الله. يعطيكم العافية يا جماعة، مشكورين، نراكم على خير ان شاء الله.